تمت انطلاقة هذا الشوط على بركة الله وبعونه. نذهب إلى أول المراكز، نذهب إلى صدارة هذا الشوط، نذهب إلى الصدارة والتي تحمل الرقم 3 صوغة متعب بن تركي آل فهيدان المري، وفي ثاني المراكز الشاهينية شهوان بن مسفر الشهواني، شهوان بن مسفر الشهواني، وفي ثالث المراكز وفي ثالث المراكز والتي تغير إلى المركز الثاني مزاحمة سعيد بن محمد الخيارين. لا 17. وفي ثالث المراكز الدوحة محمد بن عبد الله الكواري، وفي رابع المراكز الشاهينية شهوان بن مسفر الشهواني. ونعود إلى صدارة الشوط، نعود إلى المقدمة، نعود إلى التي تحمل الرقم 3 صوغة متعب بن تركي آل فهيدان المري. يا سلام، الله 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 الله، صوغة لا زالت في مقدمة الشوط، وتدخل من الجانب الأيسر والتي تحمل الرقم 19 الشاهينية شهوان بن مسفر الشهواني. وفي ثاني المراكز التي تحمل الرقم 10 الدوحة محمد بن عبد الله الكواري، وفي ثالث المراكز حاملة الرقم 11 تصريح محمد بن راشد الهاجري والتي غيرت إلى ثاني المراكز. نعود ونذهب إلى الصدارة، نذهب إلى الشاهينية شهوان بن مسفر الشهواني. احذر القادمين من الخلف يا الشهواني، دير بالك على حالك يا الشهواني، دير بالك على حالك، احذر القادمين من الخلف. في ثاني المراكز الدوحة محمد بن عبد الله الكواري، وفي ثالث المراكز تصريح محمد بن راشد الهاجري والتي غيرت إلى ثاني المراكز. تشتد المنافسة، حمي الوطيس الشاهينية وتصريح والشاهينية شهوان بن مسفر الشهواني. وفي ثاني المراكز تصريح محمد بن راشد الهادري، وفي ثالث المراكز الدوحة محمد بن عبد الله الكواري. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. التوقيت الزمني لهذا الشوط 2:16:35 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.